نمشي لمباراة الموالي، مباراة الترجي الرياضي التونسي والأولمبي البيجي، اللقاء الخامس بين الفريقين في سباق الكاس، والمرة الرابعة يتفوق الترجي على الأولمبي. اللقاء مع عصام الزيني ويانيس موسى، عبد اللطيف عبد الباسط تليلي ونضال بن حميد. الحدث في فريق الأحمر والأصفر هذا الأسبوع توقيع اتفاقية الترجي موبايل مع الراعي الرسمي للاتصالات في الترجي وشيخ الأندية. بعد ترجي تي في يدخل عالم الاتصالات. خليني أقول هو المشروع هذا بإذن الله معناه ويزم الترجيين الكل يحطوا اليد في اليد باش يعاونونا. داير امتي ميساج، انا راني ما عادش باش نكلم، كان الناس اللي تكلمني من 90 فاصون بارلي نفدلك. هذا نحاول معناها نقول اللي معناها سي تري امبورطون للترجي الرياضي التونسي المشروع هذا بالذات. عديد اللاعبين في شيخ الانديه تنتهي عقودهم في جوان الجاري، والى حد الان لم يتم تجديد العقود رغم انه اغلب اللاعبين مرسمين في القائمه الافريقيه. فاين وصلت مهمه المدير الرياضي دي سابر في هذا الموضوع؟ سبع لاعبين من ليكيب تيب ما همش مجدين كونتراتويتهم، خلقهم شويه انتم في التحضيرات خاصه حسب كلامك قاعدين تبنيوا على الشامبيونز ليغ. اي معناها حتى قلق، احنا مركزين قدامنا عندنا لو تور دو بول معناها نتاع الشامبيونز ليغ. اداره الترجي اداره معناها محترفه، قاعده تتعامل مع الموضوع هذا بشكل جيد، واحنا عندنا ثقه كبيره انه اللاعبين اللي محتاج لهم لطرف فني باش يكونوا موجودين معنا ان شاء الله في الشامبيونز ليغ في السنه القادمه. الترجي بتشكيله مثاليه بعوده الدربلي والتغيير وحيد ماكون مكان المولي المصاب. في المقابل الأقدام في رادس والأذهان في لقاء الإطوال بالنسبة للأولمبي الباجي، وتشكيلة الكوكي تعرف تغيير 6 لاعبين وتركيز كلي على البطولة. مشوار البطولة أهم من مشوار الكاس في الظرف هذا متاع الأولمبي الباجي، لكن ديما مباراة كاس عندها شعر متاعها. اليوم صحيح عندنا نقايص في الفريق، غياب أبرز ركائز باجا خلى الترجي يدخل المقابلة بقوة. 3 دقائق لعب العكاشي يتوغل يتجاوز نوا والحكيم يمهد لأفول الغاني صوب والدفاع يدخل. 9 دقائق كانت كافية للترجي لافتتاح النتيجة، مخالفة ينفذها نيانك سوء تمركز الحارس الغانمي، والبقية هدف أول للكامروني اللي يرجع للتهديف. أبناء كرولي وصلوا السيطرة والهدف الثاني يضيع على نيانك في مناسبته. أربعة وعشرين دقيقة لعب، نتابعوا العملية. بن شريفية يمر للذوادي، سوء تمرير من مدافع الترجي لحارسه، والكرة تدخل الشباك وتعلن على هدف التعادل لباجا، هدف فيديو جاك. معز شمس الدين فرح بيك اليوم، مركيلك كاو معناتها هذيك الكرة معناتها حلاوة الكرة معناتها يصيروا فيها معناتها حكيت كيما هذوما. الحمد لله معناتها شمس معناتها جوار كبير، هدف كيما هكاك ماشي شيء غالب معناها بوتو بيجا هذاك معناها كاذبة معناها باش تصير يا لي أنا يا جوار آخر. 3 دقائق بعد الضوادي يصلح غلطه ويسجل الهدف الثاني بعد مخالفة من شمام وارتقاء رأسي ممتاز، يسجل الهدف الثاني وشمس الدين الضوادي يجرح ويداوي، وبن شريفية يحتفل مع مدافعه بصفة خاصة. رغم الغيابات باجا تلعب الهجوم، بالغول يسدد من مخالفة في دين بن شريفية، وكرة التعادل تتاح للترابلسي، امداد من النيجيري نوا. الترابلسي مش متسلسل، يكمل العملية يرفع الكرة بالحارس، وبن شريفية بامتياز يمنع هدف التعادل على مرتي. زملاء الدراجي يرجعوا للهجوم، الراقد يوزع ونيانك في الاستقبال بالراس وكورته على العرض. الضوادي سجل هدف ابيض بعد اعلان رمزي الحرش المساعد الاول على التسلل، لكن دقيقتين قبل نهايه الشوط الدراجي سجل الهدف الثالث بعد عمليه فيها برشا من بصمه كورول، وتذكرنا بعديد الاهداف اللي سجلوها لاعبي السي اس اس مع الهولندا. الكره تبدا من الدراجي، الراقد يمرر من اليمين لافول تمهيد ارضي، والبقيه متابعه من يانك اللي ما يخلي حتى فرصه للحارس الغانمي يسجل الهدف الثالث وثنائيه للكامرون، والتراجي يعمل المهم في الفتره الاولى. في الشوط الثاني نزل النسق وكانه اللقاء اصبح مباراه وديه، غاب الاندفاع البدني رغم المحاوله الجريئه لباجا في 52 دقيقه لعب. الورهاني خرج الغول التحام مع سامح الدربلي، لاعبي باجا يطالبوا بضربه جزاء، والحكم السالمي يعلن على التسلل بعد إشارة المساعد الأول رمزي الحرش على وضعية التسلل. رغم التغييرات الهجومية للمدرب الكوكي بإقحام السليتي والمنصوري ومحاولة الضغط في مناطق الترجي غابت الفرص،
رغم المخالفة اللي نفذها الغول في دين بن شريفية. في المقابل الترجي يحاول يسير اللقاء دون القيام بجهد كبير مع الترفيع النسق في بعض الأحيان عن طريق العكيشي. وزملاء بن شريفية يخسروا خدمات الضوادي اللي يصاب ويترك مكانه للمحيسي، وجابر ياخذ مكان يانغ، ومع خروج الراقد وسط ميدان الترجي خلى المجال لباجا اللي كان السليتي يذل الفارق بعد امداد من الكثيري ومهاجم باجا كورته جانبية. الأولمبي وصل اللقاء بعشر لاعبين بعد إصابة السليتي واستكمال التغييرات. الترجي ينتصر ويمر للدور القادم بأقل جهد ممكن ضد أولمبي باجا، تفكيره منصب على البطولة في المقام الأول، وبالنسبة ليه مقابلة الكأس كانت فرصة للإحتياطيين للعب والمحافظة على الركائز لقادم المواعيد الهام. مهم جدا للترجي مواصلة المشوار في مسابقة الكأس. المباراة كانت ممتازة وأشكر اللاعبين على هذا المجهود. كيب سوليدير معناتها كي يغلط صاحبي نقفوا معنا، احنا كي نغلط انا يقفوا معايا، هذيك هي معناتها قوتنا في الترجي. ان شاء الله قدرت ربي نكملوا في الفورم هذايا، عندنا مجموعه طيبه ان شاء الله قدرت ربي نكملوا الشامبيون على خير والكوب على خير، وان شاء الله نكسبوا الشامبيونز ان شاء الله. كنا حكينا وصرحنا للاعبيه وان الاهتمام الاول هو البقاء في الرابطه الاولى، يعني جينا الرادس الحق باش ننتصروا، لكن ما كانتش بريسيون كبيره على الملاعبيه، خاصه كي شاركنا ملاعبيه لاول مره تظهر في التشكيله الاساسيه، اللي بالمناسبه نشكرهم على المجهود اللي قاموا به. ان شاء الله يعني صحيح كل هزيمه توجع، اما ننساوها في اقرب وقت ونركزوا اكثر على بقيه المشوار البطوله. أكيد تركيز الأولمبي البيجي على بقية مشوار البطولة، أيضا ديما نأكدوا على الروح الاحترافية الكبيرة لمعز بن شريفية وتضامنه الكبير مع زملائه في كل المباريات، يعني مش أول مرة بالنسبة لمعز بن شريفية. قبل ما أحكي على المباراة هذه معك سي محمد ونادر، نحكي قبل على المباراة نجم فريان وسيكاك الحديد الصفاقسي. نجم فريان يعني يعتبر مفاجأة بالنسبة للدور هذا، أول مرة يترشح للثمن النهائي وسيكاك الحديد الصفاقسي يغادر. صحيح، نعطيه استحقاق نجم فريان بقيادة صالح السعداوي اللاعب السابق اللي في نفس الوقت رئيس جمعية ومدرب الفريق مدرب. هذا حال بعض النوادي في الرابطة الثالثة، لكن تحية ليه أنه قايم بزوز مهمات. نجم فريان في المرتبة الخامسة، وشكون يخلص فيه زعما؟ يخلص فيه إذا كان قاعد يخلص مسكين. في المرتبة الخامسة قلت في مجموعة الجنوب، بالنسبة في الرابطة الثالثة يعني ثم فرق بينه وبين الحد السفيقسي اللي في الرابطة المحترفة الثانية. الفريق هذا سجل 24 هدف وقبل 22 هدف، مسجل 9 انتصارات 5 تعادلات 7 هزائم. حابين نعطيو بعض الاحصائيات باش نوضوا شويه الانديه هذوما، لان اليوم فرصه باش نحكيو على عليهم، نعطيو استحقاقهم اللي ما عندهمش فرصه انه يكونوا مقابلتهم يعني في على شاشه التلفزه متلفزه. الفريق قدم اداء طيب، الانتصار مستحق، نتمنى له انه يواصل المفاجأة هذه. ونقول لك ملعب فريان لعبت فيه عده مقابلات من الملاعب الصعبه في الجمهوريه، صعيب انك تروح حتى بتعادل من فريانها بكل صراحه، والفريق كان وفي للعاده نتاعه. بالنسبه لذلوي هذا الفريق العريق نقطه استفهام كبيره. خليني من المقابله سمعت المسؤول قال 11 لاعب في اخر لحظه ما تحاولوش، شنو اللي صار؟ هذا حال هالتقسيم هذا نتاع زوز مجموعات نوادي كملت من يوم 2 مارس، المفروض كملوا يوم 9 مارس مش يرجعوا في سبتمبر. الفرق هذه بعد ما كملت خويا انيس يسرحوا اغلب، مازلنا بنشوف فرق اخرى يعني حاولت علاش يسرحوا اغلب اللاعبين نتاعهم في عطله مبكره. ثم لاعبيه كيما جلال جويني والعمراني جابوهم عندهم شهر ونص ما همش موجودين في الفريق، ما قاموش ولا حصه تدريبيه، تو نجيو حتى للقاصرين ثم نفس الشيء. 11 لاعب طالبوا بانهم يكونوا يخلصوا الى نهايه شهر مارس، عطاهم في حصه تدريبيه اشتراط شهريه نتاع فيفا. اللاعبيه اصروا انا ما يتلقنوش كيما الحسيني كيما ابو شربيه الهنتاتي محمد علي القرقني بلال العيادي، هذم كل ما تنقلوش للفريق. هنا المشكل وين؟ فريق ذلوي صحيح الهيئه هذه قامت باخطاء، اني غيرت عده مدربين، بدات بخالد بن ساسي، عماد بن يونس، جاء كمال الزواغي ما عمل حتى هزيمه وتقع اقالته، يجي محمد عزايز ثلاث اربع مقابلات كيف كيف، وتو محمد دحمان. يعني ما ثماش موارد ماليه وانت تعمل 5 مدربين، ثم تناقض كبير، ثم خلل. لكن الهيئه هذه اول هيئه من خارج الشركه الوطنيه للسكه الحديديه، ثم عراقيل كبيره، لاول مره الشركه ما توفيش بالتزاماتها، مازال ثم منحه نتاع 145 الف دينار، يعني منذ بدايه الموسم خذوا 55 الف دينار فقط. واضحه الامور،
ما يحبوش. هذه منحة السكاك مش منحة الوزارة. لا لا هذه منحة الشركة اللي هي تعرف كي تقول هذا لوي ولا شيمينو يعني هذوما فرق عندهم دعم مالي خاص من الشركة. الشركة العادة تمول والأمور واضحة. المرة هذه لما الهيئة كانت من خارج الشركة أصبحت ثم بعض العراقيل تمويل مش موجود هذاك علاش ثم بعض الأطراف الداخلية في صلب أحباء أذلوي ما يحبوش النجاح لهذا الفريق اللي الموسم الفارق تنيس لما صعد لأول مرة لذات المحترف الثانية كان لعب في الأخر مقابلة مع المتلوي وكان قادر أن يكون في المصاف النخبة لولا المقابلة الأخيرة. حاليا لعب من أجل تفادي النزول. هنا نداء لأبناء أذلوي هو يعرفوا اللي أنا نعرف الأجواء الداخلية للفريق عن قرب أنه ثم أجواء ناس تعاقل في الفريق هذا مش من فسحة الفريق. الفريق لما أصبحت هناك الحرية أن يكون رئيس من داخل الشركة أو من خارجها يعني هذه حاجة تحسب للفريق. رئيس النادي موصل حاليا 150-160 ألف دينار في انتظار الدعم. هذا مش معقول. شكون يخسر في الأخير؟ أذلوي الفريق العريق ينسحب بهذه الطريقة المخجلة من الكأس ونرجع ونعطي استحقاق فريانا برافو عليهم بكل استحقاق وجدارة يمر للدور القادم. ترجي الرياضي الأولمبي البيجي سي محمد اليوم شفنا المباراة يعني الأولمبي البيجي بست غيابات ركازه الأساسي كانت غايبة على المباراة هذه تركيز تام على مشوار البطولة وباقي مشوار البطولة وضمان البقاء. اليوم مريناش الأولمبي البيجي يعني مردوده المعتاد. بون انيس بور كومونسي انا نحب نشكر اللاعبين اللي لعبوا مباراه اليوم خاصه اللاعبين اللي اول مره تقريبا يلعبوا مباراه رسميه في الرابطه المحترفه الاولى اخص بالذكر الحارس زياد الغانمي يسري العرفاوي اللاعب سيمون اللاعب الاجنبي اللي شارك في البدايه لكن عنده مده بعيد محمد الحكيم كيف تقريبا 3 أشهر بعيد على المباريات الرسميه بسبب الاصابه نشكرهم على المردود على المجهود بون تعرف احنا المباراه هذه جات في توقيت صعيب وما جاتش في وقتها حسب رايي وفي الفترة هذه يلزمنا نقدموا الأهم على المهم. الأهم بالنسبة للأولمبي البيجي هو الميني شامبيونا اللي ما زالت الأربع مباريات اللي في اعتقادي باش تكون حاسمة في مصير الفريق. حبيناش ناخذوا ريسك بون فما غيابات كانت افترارية بسبب الإنذار الثالث فما إصابة زيادة كيف متاع صدام بن عزيزة في مباراة ترجي التونسي أيمن العياري والبجاوي خذوا تروازيام كارتون جون في مباراة نادي رياض البنزرتي قيس العمدوني عنده ورقة ثانية وكيف كيف كان تشكى من بعض الألام على مستوى العضلة الخلفية كيف كيف عاطف المازني يوجعوا 6 لاعبين بالرغم كما قلت أنا نشكر الملاعبين اللي لعبوا اليوم وبيتاتر كان لعبنا كومبلي مع الترجي رياض التونسي اليوم لعب تقريبا هذيك انفورماسيون اكزومبلير دونك ما تنجمش تطلب أكثر منهم حاولنا نستحفظوا على الملاعبين نتاعنا احنا في حاجة لكل لاعب في حاجة إلى زياد البشري المتوفر الكل اللاعبين اليوم في اعتقادي مكسب للفريق انه نجموا نستحقوهم كسواء على المستوى القريب ولا البعيد لاعب كما يسري العرفاوي اللاعب في محور الدفاع ولا الحارس دونك هذا هو يلزمنا نكونوا اوبجيكتيف ونكونوا واقعيين وصادقين مع انفسنا ومصلحه الفريق توا هي التركيز على باقي مشوار البطوله اكثر منه الكاس بالرغم انه جروسو مودو ما كناش كاتاستروفيك عملنا اون تام دو ماتش بيتاتر خايبه قبلنا هدف اثر كره ثابته معناتها الحائط البشري اللي كان موجود في المفروض في منطقة 18 ما يكونوش 3 أو موا يكونوا 4 إذا مش 5 فوت دو كومينيكاسيون صارت قبلنا هدف ثاني إثر كرة ثابتة كيف مستنا شوية لكن في الشوط الثاني في اعتقادي الأولمبي البيجي قدم مردود طيب لعبنا الكرة لعبنا الند للند جاتنا فرص في اعتقادي فما ضربة جزاء ممكن توسي هشام يزيد يأكد وجودها من عدم وجودها كيف كان صار انفراد في الشوط الأول بالحارس معناتها وصلنا إلى مرمى الترجي التونسي رغم هذه الغيابات أكيد الهزيمة هذه ماهيش تمس منا حتى تعرف نتحملوا احنا المسؤولية أنا شخصيا نتحمل مسؤولية اختياراتي اللي جور نتاعي يلزم يبقاو انتاكت يلزمنا نبقاو مركزين على لي بروشان ماتش ابتداء مباراة النجم الرياضي الساحلي اللي إن شاء الله إذا ربي وفقنا وفزنا فيها ممكن تخلينا نعملوا خطوه كبيره برشا حول ضمان البقاء. وحوزنا باش نحكيو على مشوار الاولمبي الباجي في تقريب تشوفوا بعد معنا شويه سي محمد لكن نادر في كلمتين يعني بالنسبه للمباراه اليوم كما كان يحكي سي محمد الترجي الرياضي التونسي ما سرقش انتصاره اليوم الاولمبي الباجي يعمل بالغيابات نتاعو ايضا رغم انه يعني قدم مباراه طيبه رغم الغيابات كلها. صحيح حنيس شوف مقابله هذه راهو كان جينا على الورق نقولوا يعني هي
احسن مقابله في الدوري هذا لانه تجمع الاولمبي الباجي اللي فريق كذلك عنده خسار في الكاس وسبق له انه فاز كاس تونس والترجي هذه اللي يخطو بخطى ثابته نحو الفوز باللقب. المشكل انه الاولمبي الباجي يمضي الفتره اللي قال عليها محمد من حقه كمدرب وبرافو عليه انه خمم في البطوله لانه المقابلات عنده النجم الساحلي جايته ماشي لجرومباليا جي الملعب التونسي يعني عنده مقابلات صعبه بالنسبه لتفادي النزول. الهدف الاول يمكن راحت عاد في المدينه حتى العناصر اللي خلت فرصتها اليوم نادر يعني قدمت مردود يعني محترم دون استنقاص من قيمتهم كما قال محمد قدموا اداء طيب لكن لما يغيبوا لك خمسه وستة عناصر اساسيه في الاولمبي البيجي مش لما يغيبوا في السي اس اس او في الافريقي او في الترجي قادر انك تعوض لانه عمق بنك البدلاء نتاع الفرق الكبرى يختلف عن بقيه الفرق لانه الفوارق الماديه كبيره. وتراجع الاولمبي البيجي كيفاش ما استعدش كما ينبغي لبدايه الموسم. بالنسبه للمقابله الترجي حاول بالطريقه خلينا نقولوا جديده مثالش نعطيه حق رود كرول اللي قاعد يحاول انه يلعب الكرات القصيره البناء الهجومي بناء الهجمه المركزه تدرج السليم بالكره من خلال انه الكره تتعدى عن طريق كرات قصيره بحث على العمق من خلال الدراجي ونيونغ بحث عن طريق التوغلات الجانبيه العكيشي على اليسار اللي بدا يتعود على المركز هذايا كذلك افول النشيط جدا في التنشيط الهجومي على اليمين كذلك الصعود عن طريق الاظهره الاضافه تفوق العددي على الاطراف كسواء من عند شمام او كذلك اليوم الدربالي اللي عوض إيهاب المباركي كذلك مكون اللي كان أكثر يخلق التفوق العددي في الهجوم خذا مكان المولي مع راقد. يعني لاحظنا أن الترجي قام بكل ما يمكن من ناحية الهجومية. الأولمبي الباجي الطريقة متاعه طريقة تتماشى مع الخصال نتاع الملاعبية نتاعو ورصيد البشري اللي عنده دفاع المنطقة المساوي للبناء الهجمة المعاكسة لكن الأولمبي الباجي كان واقف كما ينبغي الخطوط كانت تقريبا لبعضها ثم لاعبين تألقوا في المقابلة هذه من خلال الثنائيات نتاعهم كما خليل الجلاسي كما حمزة الجلاسي في محور الدفاع اللي هو في الأصل مازلنا نادر نحكي على الأولمبي الباجي بعد شوي يعني إجماليا الأولمبي الباجي رغم النقص هذا لكن المقابلة قدم يعني مقابله محترمه لكن التركيز نتاع الملاعبيه الكل كان على تفادي النزول. الترجي بكل استحقاق زوز اهداف عن طريق زوز كرات ثابته 14 هدف حاليا افضل فريق يسجل عن طريق كرات ثابته رجع لنقطه من نقاط قوه الترجي. نقطه اخيره لشمس الدين الذوادي راي تسير هذه انه لاعب يسجل لكن تفادى الهدف وسجل هدف وعجبني روح المجموعه ان الملاعبيه الكل يعني متضامنة مع بعض حسوا متضامنة مع بعضها وهذه نقطة تحسب لفريق كتاريخ جديد. سي هشام قبل ما نشوفوا فقرة الأولمبي الباجي نشوفوا اللقطات اللي اخترناهم في زوج مباريات. المباراة الأولى بتاع نجم فريانة وسكاك الحديث فاقسي الحقيقة حسب الفيتيار ما عندناش صور تلفزية معناها أو صور تحكيمية كانت المباراة عادية وفي إطار روح رياضية معناها عالية بين الفريقين. المباراة الثانية بتاع الترجي الرياضي التونسي والأولمبي الباجي شاهدناها اليوم العشية على شاشة التلفزة وخذينا منها بعض اللقطات. اللقطة الأولى هو نشاهد هنا هجوم للترجي الرياضي التونسي كرة توصل الأفول مدافع محمد الحكيم يقوم بالخطأ الحقيقة خطأ قوي شوية وهنا ديما نحكيه على سلامة اللاعبين ويلزم الحكام يكونوا صارمين في العملية هذه. أعلن على الخطأ لكنه هنا كان كذلك الحكيم يستحق الورقة الصفراء الحكم معناها ما يقدمهالوش ما يعطيهالوش. اللقطة الثانية اللي نشاهدوها هجوم الأولمبي الباجي اللاعب طرابلسي يرفع الكرة بالحارس في مرة أولى الحارس بن شريفية يلمس الكرة ثم في مرة ثانية نشاهدوه هنا يخلط على الكرة قبل أن تتجاوز بكامل محيطها معناها الخط النهائي المرمى يقطع الكرة ولا وجود لهدف معناها والقرار صحيح بإعلان تواصل اللعب. هنا نشاهدوا كيفاش بن شريفية يقطع الكرة قبل ما توصل معناها قبل تتجاوز الخط النهائي للمرمى. اللقطة الثالثة اللي نشاهدوها هجوم للترجي التونسي نشاهدوا كيفاش نيونغ هنا توزيع من راقد في اتجاه نيونغ نيونغ يستعمل اليد نتاعو يدفع المدافع ثم يلعب الكره بالراس يسدد نحو المرمى الكره تصطدم بالعارضه وترجع والحكم يامر بمواصله اللعب وكان عليه الاعلان عن مخالفه ضد نيونغ لكنه امر بمواصله اللعب وكادت ان تسجل الكره هذه. اللقطه الاخيره اللي نشاهدوها هجوم للاولمبي الباجي هنا كره في اتجاه مهاجم الاولمبي الباجي شاهدوا عند الخروج الكره من زميل نتاعو انه المدافع بن منصور وكذلك شمام شاهدوا هنا العمليه بالبطيء عند خروج الكره نشاهدوا هنا شمام وبن منصور كانوا مكسرين عمليه تسلل لكن المساعد الاول يعلن عن تسلل والتسلل غير موجود
وهذا اللي خلى معناه الحكم ما يعلنش على ضربه جزاء اكيد معناها تراجع اعلن عن ضربه جزاء وبعدين تراجع هو اللي تعرفوا لو لم يكن عليه تسلل فما ضربه جزاء القرار الاول هو تسلل والحكم معناها ساير المساعد نتاعو في الاعلان عن تسلل لكن حسب الصور التسلل غير موجود يعني تسلل غير موجود ضربه جزاء موجود اكيد اذا كان اذا كان اذا كان المساعد ما رفعش الرايه وما اعلناش عن تسلل هنا الحكم هو في الوهلة الأولى حتى في الصور اللي شاهدناها العشية وحتى معناها المعلق التلفزي يقول أنه الحكم أعلن عن ضربة جزاء لكن بعد أنه تفطن للمساعد متاعه ويعلن عن تسلل يتراجع القرار متاعه وهنا عنده محق الحكم باش يتراجع القرار متاعه لأنه عملية التسلل كانت سبقت ضربة الجزاء حسب اعتقاد معناها الحكم واضح مش من هذا اليوم والله فما بعض ما ساعدوش بالقدر اليوم اخطاء من المساعدين الحقيقه اللي كانت مؤثره ولا كانت توجع الحقيقه باهي نمشيو فصل اشهاري بعد نرجع نواصل الحديث تفضل